سأل عن لبس التمائم ويقول سواء كانت بالقرآن أو بغير القرآن، يقول أجد فيه تساهل في هذا الأمر. التمائم والحجب والمعلقات التي يعلقها الناس على أنفسهم أو على أولادهم أو على بيوتهم، كلها مما جاء النهي عنه وبيان خطورته فيما جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عكيم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل وألا يتعلق بمكتوبات أو معلقات. فالذي يأتي بالحسنات هو الله، والذي يدفع السيئات والمكروهات هو الله، فعلق قلبك به جل في علاه. ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه أو على أحد من أهل الإسلام أن يعلق شيئا ليدفع ضرا، بل العكس نهى عن ذلك وحذر وبين أنه من الشرك. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، تحذير من كل ما يكون من أسباب الشرك. فقوله شرك يشمل شرك الأصغر وشرك الأكبر. فمن اعتقد أن هذه التمائم تدفع عنه العين وتجلب له الحظ والسعد فإنه وقع في شرك، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأيضا من علق شيئا مكتوبا فيه أدعية لغير الله عز وجل، لأن هذه التمائم قد تحتوي طلاسم، تحتوي دعاء للجن، تحتوي استغاثة بغير الله، فكلها مما يجب تجنبه والنأي بالنفس عنه وتجنب كل معلق يعتقد فيه أنه يجلب خير أو يدفع ضر. ولهذا لما رأى حذيفة رجلا على يده خيط قطعه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاء في المسند عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه، يعني ليش حط هذه الحلقة من النحاس في يدك؟ قال من الواهنة، يعني أدفع بها الوهن والضعف. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك، يعني بهذا الاعتقاد ما أفلحت أبدا. وهذا تحذير من التعلق بكل ما يظن الإنسان أنه يجلب له سعدا ويدفع عنه ضرا من هذه الأسباب التي أو من هذه الأعمال التي لم يثبت لا في شرع ولا في حس أنها تجلب خيرا أو تدفع أو أنها تدفع شرا. والحكم في قول عامة أهل العلم على كل معلق من غير القرآن، أما القرآن فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، فمنهم من رخص فيه ومنهم من أجرى فيه الحكم العام وقال حتى من القرآن لا يصلح تعليق الحجب، لأنه يتضمن أولا دخولها في النهي العام، ثانيا أن فيها امتهانا للقرآن، وثالثا أنها تلتبس بأعمال أهل الشرك، حيث إن هذه المعلقات لا يميز ما فيها من القرآن أو غيره. ولهذا يجب تجنب ذلك، يجب تجنب ذلك كله، والحرص على يجب تجنب ذلك كله والحرص على تعليق القلب بالله. فمن توكل على الله كفاه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده. أعظم ما يدفع الله تعالى به عن الإنسان المكروه ويجلب له المحبوب هو صدق التوكل على الله، الاعتماد عليه جل وعلا، وترك التعلق بالأسباب. هذه ليست من الأسباب التي أمرنا بأخذها أو ندبنا إلى فعلها، بل نهينا عنها تتميما للتوحيد وتكميلا له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك دقيقه وجليله في القول والقلب والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الشر والردى.